أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات السبع الماضية ساهمت في توازن الأسعار على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. الأزمة الأوكرانية يمكن بقى لها مش مدة كبيرة أوي، لو قلنا حتى بدأت في مع يناير فبراير مارس يعني ست شهور. لكن الإجراءات اللي اتعملت هنا اللي الدولة عملتها خلال السبع سنين اللي فاتوا مع النمو السكاني اللي موجود مع التطور اللي حصل في الأسعار بصفة عامة في العالم كله، هتجدوا ان ما هو الطلب لما نتكلم في سبع ثمان سنين زاد فيهم 15 مليون مش كده؟ 15 مليون. فال 15 مليون دول لو احنا معدلات نمو الانتاج الحيواني الوطني يعني اللي جوه الدولة بينمو بنفس بهذا المعدل كنا ممكن نحافظ على الأسعار. لكن في متغيرات أخرى زي موضوع العلف وأسعارها. احنا ما بنطلعش انتاجنا للأعلاف من مصر، احنا بنجيب جزء كبير جدا منها من الخارج. وده كلامنا اللي احنا بنقوله مع للدولة ومع نفسنا، ان احنا يبقى لازم اكبر حجم من الاراضي يتم استصلاحه عشان يخلي في سيطرة على التكلفة، تكلفة الانتاج.